مرحبا، عبد القيوم خوجة من شركة بروج العقارية. لعشاق الطبيعة والإطلالات الساحرة، عرضنا اليوم مميز جدا في منطقة كاشستو حي يمرى. العرض زي ما قلت لكم إطلالتها مميزة على الطبيعة وأيضا على البحر. العرض اللي بنصوره اليوم شقة مميزة جدا، مساحتها 170 متر مربع، عبارة عن 3 غرف وصالة، المجمع في حي كاشستو. زي ما عودناكم أنه أغلبية العروض اللي بنصورها في حي كاشستو بسبب أنه كل العروض المناسبة والحي الراقي في حي كاشستو. المجمع عبارة عن تقريبا 4 إلى 5 أبراج سكنية، فيها عدد وحدات سكنية، والشقة اللي بنصورها بجوار المكان اللي أنا واقف فيه، إطلالتها على الطبيعة زي ما شايفين خلفي، وإطلالة مميزة على البحر أيضا. الخدمات اللي موجودة في المجمع جلسات عائلية، ألعاب أطفال، مسطحات خضراء، بالإضافة إلى مسبح مفتوح، وأيضا مواقف للسيارات مفتوحة، وعندنا نظام سيكيورتي وأمان 24 ساعة على مدار الأسبوع. الخدمات اللي حول المجمع، الطريق المؤدي إلى المستشفى القانوني على رأس المجمع، على بوابة المجمع قصدي، المواصلات بجوار بوابة المجمع، السوبر ماركتات، وأيضا جامع قريب جدا من المجمع. المسافة بين الموقع وجواهر مول مشان على الأقدام تقريبا أقدر أقول 10 دقائق، بالسيارة 3 دقائق. كاشستو معروف أنها منطقة حيوية. تعالوا مع بعض نشوف إطلالة الشقة ومساحات الغرف وإطلالتها الرائعة، تفضلوا معنا. وصلنا مع بعض الشقة. الشقة 3 غرف صالة، مساحتها 170 متر مربع. مدخل الشقة من هنا زي ما انتم شايفين، يسار المدخل على طول عندنا الانترفون، ويسارنا ايضا عندنا الغرفة الاولى. لو تلاحظوا مساحة الغرفة جاية 3 أمتار في 4، ارضياتها باركيه ولها مخرج للبلكونة وإطلالة خيالية على الطبيعة. نشرح لكم تفاصيل البلكونة من الصالة. نطلع من الغرفة هذه، لو نلاحظ المنطقة هذه منطقة الكوريدور، منطقة موزع الغرف، ونقدر نحط في المنطقة هذه دولاب خاص بالأحذية والعبايات، ويميننا توزيع باقي الغرف. نجي مع بعض هنا نشوف المطبخ. مساحة المطبخ جيدة، أرضياتها سيراميك، لو تلاحظوا ألوان جميلة، اللون الأبيض الخشبي، وعندنا السيراميك الموجود بين الدواليب، أيضا أجهزة الأجهزة الكهربائية قصدي أماكنها موجودة، شيء جميل ورائع. وأيضا مخرج للبلكونة من جهة المطبخ، نشوف إطلالة البلكونة الساحرة من جهة الصالة. نطلع من المطبخ نجي إلى الصالة. تعالوا مع بعض نشوف الصالة. مساحة الصالة 30 متر مربع، تقريبا 5 في 6. أجهزة التدفئة موجودة، وعندنا ديكورات جميلة ورائعة، والواجهة الأمامية واجهة كاملة على الطبيعة، وعندنا الواجهة البانورامية على البحر. يعني نستمتع بإطلالة البحر وإطلالة الطبيعة في آن واحد. زي ما قلت لكم أن البلكونة هذه مشتركة بين الغرفة الأولى اللي بجوار المدخل والمطبخ والصالة. تعالوا مع بعض نشوف إطلالة البلكونة. زي ما انتم شايفين مساحة البلكونة
مترين في 7 أمتار تقريبا، وطلالتها الخيالية الأمامية على الطبيعة، وعندنا طلالة البحر الرائع أيضا، شيء فاخر من الآخر. في ناس يقولوا ممكن الإطلالة هذه ممكن تقفل علينا، لا، المنطقة هذه منطقة وادي ما حد يقدر يبني عليها، البناء راح يكون في المنطقة اللي فوق، يعني بنشوف إطلالة رائعة جدا من هذا البلكونة. نكمل تفاصيل باقي الشقة. نسيت أقول لكم حاجة، أن المنطقة هذه نقدر نستفيد منها، نقدر نحط مثلا إنارات ليد مخفية ونخلي مثلا منطقة التلفزيون بهذه الجهة. نكمل تفاصيل باقي الشقة. نيجي هنا على اليسار إلى دورة المياه الرئيسية. المروة زي ما تلاحظين أنه بنظام جاكوزي، وعندنا منطقة الغسالة، غسالة الملابس والكلوزيت والمروش، يعني مساحة دورة المياه واسعة وحلوة. نجي لدورة المياه الثانية، حتى دورة المياه الثانية مساحتها كبيرة لو تلاحظوا، عندنا كلوزيت والمغسلة، وهذه المنطقة نقدر نستفيد منها أيضا. نجي مع بعض نشوف الغرفة الثانية. مساحة الغرفة جيدة، 3.5 × 4 تقريبا. منطقة السرير نقدر نخلي سرير مزدوج أو سريرين فردية. لها بلكونة صغيرة، إطلالتها من الجهة الخلفية إطلالة رائعة على المجمع، وعندنا إطلالة البحر أيضا موجودة، شيء رائع، وفي إطلالة المسبح كمان أيضا. نطلع مع بعض نشوف تفاصيل باقي الشقة، ونشوف آخر غرفة اللي هي غرفة الماستر. جينا أخيرا هنا إلى غرفة الماستر، غرفة النوم الرئيسية. غرفة النوم الرئيسية مساحتها ممتازة، كبيرة وحلوة، منطقة خاصة نقدر نحط السرير هنا أو الدولاب، منطقة مخصصة للدولاب، ونقدر نستفيد ونحط السرير هنا، وتفاصيل باقي أغراض غرفة النوم في هذه الجهة. إطلالتها من الجهة هذه في إطلالة جزئية على البحر، وإطلالة المجمع أيضا. دورة مياه خاصة بغرفة النوم الرئيسية، دورة مياه متكاملة من مروش وكلوزيت والمغسلة، شقة واسعة وحلوة. أعطيناكم كذا تفاصيل كاملة عن الشقة، 3 غرف صالب الدور الـ 12 في منطقة كاشستو، مساحتها 170 متر مربع. وشكرا، أرجو أن يكون الفيديو نال على إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر التنبيهات. التفاصيل والأسعار موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وأيضا لا تنسوا متابعة آخر فيديوهاتنا في قناتنا في اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.